القلق بأن التحالف الدولي عندما جاء قال أن داعش جتي داعش جتي وأكو هناك شيء اسمه حشد تشكل بال 2012 تماما تشكل بال 2012 صحيح أعلن بعد ال 2000 بال 2014 لكنه تشكل بال 2012 أنا أعتقد أن الحشد ربما إذا صحت العبارة بهذا الاتجاه معناته أن العراق بدأ يدخل في مرحلة جديدة هناك حشد سيكون جديدا أنا أتوقع هناك حشد سيكون جديدا والذي يترأسه غير الذي ترأسه سابقا وهذا متوقع بالمرحلة القادمة وهناك داعش كما أشارت البرقية الفورية السرية وحتى هاي المنصة اللي أنت حضرتك تتحدث عنها معناته أنه مسألة البلس والماينس في موضوع خروج الحشد الشعبي عفواً خروج التحالف الدولي موجود النقطة الثانية بالمسألة أي باختصار فدوى حتى انتقل ازدواجية عند السلطة مع الإطار التنسيق أي هو شنو ناس مرتبطة بإيران وناس ما تريد وما يردون الولايات المتحدة بين قوسين وناس مرتبطة بالولايات المتحدة هسه هو منو يريد الولايات المتحدة ما تخرج بالعراق هو أكو الشيعة بين قوسين ما يردون إيران تبقى وأمريكا تخرج هواية من السنة كذلك الكرد كذلك طيب معناته راح يصير تناقض كبير بين مكونات يعني التقت أو لم تلتقي لكنها التقت على عملية سياسية يسميها أحدهم يقول عفوا يعني بين قوسين يسميها صخام والطام يعني ما شفنا من العملية السياسية بالحقيقة شيء طيب. يعني ممكن واحد يبني عليه بحيث يقول العراق راح يطلع نحو المستقبل كله يمشي نحو الماضي.